اليوم نديرو كسرة محشية، مش فيها مقادير، كسرة محشية مليحة للفطور للعشاء، حاجة خفيفة نديروها لوليداتنا. واش فيها مقادير؟ فيها كيلو سميد ولا أكثر ولا شوية زايدة على الكيلو. نخدمو بصل وطماطيش هاهي، ونزيدو لها كمية من المعدنوس للمشارق عيد والبقدونس، مفيدة للصحة، لهذا كنزيدها أنا بصل وطماطيش مع بصل وطماطيش تاعي أستيس، وفيها بنة وفيها فيتامينات وكامل. عندنا 4 كاس تاع الزيت، عندنا معلقة صغيرة لي بالفرنسية كويغا كافي تاع خميرة تاع الخبز، وقليلا من الملح، وعندنا ما دافي ما نخلطو للوسمو ونديرو. اللي عندها طاجين نديرها في الطاجين، واللي ما عندهاش طاجين عندها مقلة ثقيلة ديرها فوق النار. نبداو على بركة الله، ناخذو السميد تاعنا نديرو قليلا من الملح، نزيدو مغرفة تاع الخميرة اللي قلت لكم عليها، نزيدو 4 كاس تاع زيت، ونخلطوها مليح. هذه كسرة من زمان يديروها ماتنا جداتنا، يديروها كانوا يديروها هكذاك بالقهوة تاع الصباح بلا حشو. ودوك احنا وسينا فيها الحشو اللي نديروها فيها الحشو، اللي يحب يبدلها يبدل بصل طماطيش، يحب اللي عنده توم عنده فيونداشي تبدلي، كل واحد واش يحب. نخلطو مليح هذيك العجينة تاعنا، نخلطوها مليح ونزيدو لها الماء دافي، وكي تولي عجينة نوري لكم كيفاه نحشيوها. شوفو خواتاتي، شوفو واش غنقطعت لنا، هادو الكبيرة نديروها من التحت والصغيرة نديروها من الفوق. ناخذو العجينة الأولى هكذا، حلوها حلو بهذه الطريقة، حاجة خفيفة للفطور للعشاء. محبيناش نديرو حاجة اللي فيها مرقة ولا كاسة، نبدلو هذه الأولى. هذه الأولى عجينة شوية كبيرة، نحيوها لجانب، بعد نحطو الصغيرة هذه هكذا، هذه نحلوها صغر من الأخرى، هذه اللي تجي في الوجه الفوقاني هذيك السفلية اللي نديروها في الحشو تاعنا، وهذه نديروها من الفوق. هكذا نديروها مليح، هاي فيها الخميرة، لو طراباي تاعنا نديرو شوية سميد باه ميسقناش، كل يوم نديرو سميد قليل باه ميسقناش العجين تاعنا. في بلان دو طراباي تاعنا هكذا هكذا كما تشوفو، من بعد هاكا ناخدو الأولى الكبيرة هاذيك لي وريتلكم هاكا، ناخذو
الحشو تاعنا كبشه الطماطيش اللي زدنا انه مع الموسيقى تقوم هو مفيد للصحه. ناخذ كميه واللي تحب تبدل دير ومرات واحد اخرين توم على حسب واش تحب هي تبدل. ناخذ هذه خلي من الحشو تاعنا هكا راكم تشوفوا هكذا شوفوا هكذا تكون الدائره صغيره كبيره باه نغلقوا هذو الاطراف هكذا اطراف هكا باه ما يخرج نشل الحشو تاعنا هكذا غير بالعقل فهمتي الحشو تاعنا ما يخرجش هكذا كما راكم تشوفوا اطراف كامل هكذا هكذا خواتاتي هكا ونديرو الخبزة تاعنا حسب الطاجين ولا المقلة اللي عندكم اللي ما عندهاش طاجين تستعمل مقلة شي معناتها كي ما عندهاش طاجين خلاص المهم يكون تكون مقلة سخونة وثقيلة ودير ان المقله نديرو فيها كلش ماشي معناتها خلاص ما نجربوش ما نديروش شي لازم هذيك الحاجه ولا ما كاينش نستعملو الحاجه اللي عندنا هكذا كيما راكم تشوفوا هكا طبقوا مليح الاطراف باش ما تنتحلش بعدا هادو خواتاتي هادو اللي غلقناهم الاطراف هما نصبو فيهم في المقله تاعنا هاهم شوفوا كيف خرجت لنا الكاسه تاعنا محشيه هاهي شوفوا محشيه هاهي شوفوا هاهي نوريكم هاهي شوفوا وان شاء الله تجربوها وتشتركوا وتفعلوا الجرس ان شاء الله وديروا لايك وان شاء الله يوصلكم اي جديد وصحتكم صحتي وبقاو على خير خواتي.